بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس راح ناخذ تمرين على إرسال المصفوفة كبارامتر لأهمية الموضوع. أبغى أتأكد أنك تفهم الموضوع بشكل كامل وتام، خصوصا فكرة أنه الباس باي شيرينج أو مشاركة الأري بين الميثود المرسلة والميثود المستقبلة. طبعا هذا سؤال يقول لك write method that takes an integers array A and two indices I and J. Then it swaps the two elements of the array ai and aj. زين، يعني اكتب برنامج ياخذ لك integers array a ويعني array of integers a و two indices i و j. زين، index i و index j رقمين. Then it swaps the two elements of the array ai and j aj. يعني يبدل ai مع aj، عملية swapping. احنا شفنا عملية swapping قبل. هنا نبغى نشوف كيف أننا نسوي عملية swapping بشكل عام، يعني معنى أنه نحط method سميها swap، أي واحد عنده array فيها integers يقدر يستخدم الميثود حقتنا عشان يبدل مكان عنصرين مع بعض. زين، يقولك for example given the first array below، يعني الأري الأولى إذا أعطيتك إياها مضبوط وعطيتك الاي بواحد والجي بثلاثة، فإنه we get the new array the new second array. زين، يعني إذا أخذنا الأري الأولى اللي عندنا الأري هذه، إذا أخذناها هنا إذا أخذنا الأري هذه فإننا راح نحصل على الأري هذه. لاحظ أنه indices تبدأ صفر واحد اثنين ثلاثة، نفس الشيء اللي تحت، فيقول لك هو تبدل العنصر الأول، عفوا عنصر إندكس أو واحد والإندكس ثلاثة العنصر الثاني والرابع تبدلهم مع بعض. فلاحظ هنا ثلاثة ستة بدلناهم ستة ثلاثة والباقي استمر كما هو. فهذا هو المطلوب منا في السؤال، نسوي ميثود. الميثود تستقبل الأري وتستقبل الإندكسز I و J، الأري طبعا من إنتجرز أري، وتقوم تبدل لنا two elements في الأري وعنصرين في الأري بناء على الإنديسيز المعطيات. وكمثال هذا هو المثال. أرجو أنك توقف الفيديو وتروح تحاول أول شيء تحله على ورق، ثم بعد كذا تكتبه في جليت أو إكليبس وتنفذ وتجرب على الإكزامبل اللي قدامك هذا وتشوف هل يشتغل ولا لا. لازم تحاول قبل ما أنك تكمل الفيديو هذا، هذا موضوع مهم جدا ولازم تفهمه بشكل جيد. أرجو أنك تروح تحاول. إحنا شفنا فكرة السواب، بس الفكرة هنا أنا راح نحطها في ميثود بدل منا كانت بدون ميثود قبل. طيب، أتمنى أنك حاولت. خلينا نشوف الآن كيف طريقة حل الموضوع اللي عندنا هنا. خليني بوريك أول شيء يعني كمحاولة، إذا كنت ما حاولت، إذا كنت ما قدرت تحله، يعني عندك مشكلة في حله، خليني أوريك أول شيء كيف راح يكون بشكل عام الحل. راح يكون عندك ميثود main زي ما أنت شايف عندنا في هنا، هذه الميثود main، الميثود هذه. زين، راح يكون عندك ميثود swap، والميثود swap راح نضيفها للكلاس حقتنا اللي اسمها array util، زي ما تلاحظ أننا مستدعينها هنا باستخدام array util. زين، الميثود swap هذه راح تستقبلنا الأري في بارامتر اسمه array، وراح تستقبل الاي والجي. ليش الاي والجي integers؟ لأن الاندكس حق الأري لازم يكون integer، ما يمكن تقول أبغى أبدل العنصر رقم واحد ونص مع العنصر رقم ثلاثة ونص، ما في الكلام هذا. زين، ترتيب العنصر يكون integer، عدد صحيح. إذن أنا أبغاك مرة ثانية، إذا كنت ما حاولت رجاءً الآن وقف الفيديو بناءً على اللي أنت تشوفه قدامك هنا، طريقة الاستدعاء والهيدر حق الميثود، حاول تعبي الميثود عندك هنا وشوف كيف الحل، ثم بعد كذا ارجع وقف الفيديو وجرب مرة ثانية إذا كنت ما حاولت. طيب، أتمنى أنك حاولت. الآن خلينا نشوف الحل كاملاً. هذا عندنا طبعا الحل حق الميثود،
وراح نشوف هنا عندنا ستاك والهيب، ونشوف كيف راح نحل، كيف راح يتنفذ البرنامج هذا. طبعا اول شيء يبدا تنفيذ البرنامج زي ما قلنا دائما من السطر الاول، سوينا راح نسوي array اسمها A وفيها العناصر 2 و3 و1 و6 و3 و8 اللي هي العناصر عندنا هنا 2 و3 و1 و6 و3 و8. طبعا انا ما طلبت لك بالاري هذه، بس احنا كاكزامبل راح ودنا نجرب، احنا هذا هو الزبدة، هذا هو الحل، وهنا بس ان نجرب تيست للحل، نختبر حلنا هل حلنا صحيح ولا لا، زين. لكن الحل هذا هو الزبدة اللي هو الميثود هذه سواب. طيب فهنا خلينا نتتبع البرنامج نشوف بشكل سريع. راح يكون عندنا هنا هذه الـ A، هذا الريفرنس، سوينا الريفرنس A، والريفرنس A راح يأشر لنا على المصفوفة أو الأري اللي فيها 6 عناصر، هذه هي الأري الصورة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، والأري فيها 2 و3 و1 و6 و3 و8 زين. الآن المطلوب منا نبدل العنصرين هذولا مع بعض، خليني أشيل السهم عشان ما تتلخبط لأن ما في شيء بالميموري زي كذا، لكن المطلوب منا أن نبدل العنصرين هذولي مع بعض. المهم أن عندنا لما ننفذ السطر هذا السطر الأول وننتهي من تنفيذه، فإنه راح يكون عندنا زي ما انت شايف stack أو الactivation record حق المين، وخلي أكتب هنا الميثود main، الactivation record حق الميثود main فيه الreference للأري A، والأري نفسها موجودة في الهيب. بعد كذا الآن راح نستدعي الميثود في السطر هذا، راح نستدعي الميثود swap ونرسل لها الريفرنس A حق الأري زين، مرة ثانية إرسال باستخدام المشاركة، ونرسل لها قيمتين 1 و3. وش معنى أرسلنا هنا 1 و3؟ معناته أن نقول إحنا نبغى أننا نبدل العنصر اللي الريفرنس حقه 1 بالعنصر الريفرنس حقه 3، نبغى نبدل العنصرين هذولا أماكنهم مع بعض. طبعا اللي باللون الزهري هذا ما هو جزء من الميموري وإنما جزء من الشرح، أرجو أي شيء جزء من الميموري، أي شيء جزء من اللي راح يحدث في الميموري راح لونه باللون الأبيض، إذا كان القضية شرح فإنه راح يكون باللون الزهري. طيب فإذا الآن نكمل، فراح نرسل راح يرسل لنا الكمبيوتر الأشياء هذه، راح نسوي activation record جديد. طبعا راح ترسل من الأري هنا هذه A، راح ترسل لي الأري هذه A زين. فإذا خل نحط لها رقم هنا مثلا 1، هذه 1 زين، والواحد هذه راح تكون هنا في الآي زين، والثلاثة هذه راح تكون الأرجمنت الثالثة راح تروح للبرامتر الثالث اللي هو J زين. فإذا أول ما نبدأ تنفيذ الميثود swap راح نحط لنا شو اسمه ريكورد جديد، activation record جديد في stack، ونسميه swap اللي هي الميثود اللي عندنا swap. ثم بعد كذا راح نضع البرامترز اللي عندنا، الأول هو array، هذا هو array، هذا reference parameter وهو عبارة عن reference للarray نفسها، إذا شاركنا الarray بين الميثود المين والميثود swap. والثاني هو i، هذا هو i عفوا هذا i قيمته هي 1، وهذا j وقيمته 3 مضبوط. هذا هي بعد ما أننا نسوي استدعاء للميثود هنا مضبوط، راح يكون عندنا الميموري بالشكل هذا. ثم بعد كذا راح نبدأ تنفيذ، الآن بعد ما ننتهي من هذا كله راح نبدأ التنفيذ من السطر هذا في الميثود swap. الآن لما ننفذ السطر هذا راح يكون عندنا الفاريبل temp، فهذا الفاريبل temp زين، هذا local variable، هذا temp راح ياخذ قيمة array of i. إيش هي i؟ لاحظ الحين بدينا نتلعب بالإندكس من خلال البرامترز زين. أول مرة نشوف نرسل الإندكس كبرامتر مع الأري نفسها، أرسلنا الأري وأرسلنا الإندكس نفسه كبرامتر، الإندسيز اللي نبغى نبدلهم زين. هنا ما أرسلنا القيم نفسها 3 أو 6، أرسلنا الإندسيز 1 و3، الإندكس 1 والإندكس 3، ممكن أكتبهم هنا لك على اليسار 0 1 2 3 4 5، هذه هي الإندسيز. فأرسلنا الإندكس 1 وأرسلنا الإندكس 3 زين، الاندكس 1 والاندكس 3 ارسلناهم. فهنا الاي هنا قيمتها 1 زين، فالري اوف 1 اللي هي 3، فقال لك خذ القيمه 3 وحطها في temp، فاذا قيمه temp راح تكون هنا عندي 3 مضبوط، قيمه temp راح تكون 3 لان اسندنا لها الري اوف 1، والري اوف 1 اللي هو العنصر 3.
الآن بعد كذا جينا نكمل للسطر للسطر اللي بعده هنا. زين خلصنا من السطر هذا. الآن نقول array of i gets array of j. كم ال i؟ ال i ما بواحد طبعا ما تغيرت، وال j ثلاثة. وين ال array of واحد اللي هي هذه array of واحد اللي هي القيمة ثلاثة، عفوا اللي فيها القيمة ثلاثة. راح نقول خذ القيمة اللي في array of ثلاثة. زين القيمة اللي في array of ثلاثة اللي هي ستة، خذها وحطها هنا. هذا اللي راح نسوي، إنه راح نشيل القيمة اللي هنا ونحطها هنا. زين الآن القيمة هذه اللي عندنا هنا، القيمة ثلاثة هذه شلناها وحطيناها في التمب. هذه الخطوة الأولى، هذه رقم واحد في السواب. الخطوة الثانية إن شلنا القيمة اللي هنا اللي هي ستة حطيناها في الثلاثة، فإذا راح نشطب على الثلاثة هنا ونقول إنه راح يكون عندنا هنا ستة. هذه الخطوة الثانية هنا. الخطوة الثالثة إننا الخطوة هذه انتهينا منها. الخطوة الثالثة عندنا هنا في السطر هذا إن راح ناخذ قيمة temp زين ونضعها في array of j. كم الجي عندنا؟ الجي عندنا هي ثلاثة. زين الجي هي ثلاثة، فarray of ثلاثة اللي هو هذا هو array of ثلاثة. زين راح نضع فيه قيمة temp. فإذا الخطوة الثالثة راح ناخذ temp من هنا ونضعه هنا، هذه الخطوة الثالثة، وراح يكون عندنا قيمة الجزء هذا بثلاثة. وبكذا نكون انتهينا من تنفيذ الميثود، وهذه طريقة تنفيذ الميثود. لاحظ أن بدلنا نفس الأري اللي عندنا هنا، صار الستة والثلاثة بدلا من الثلاثة والستة زي ما أنت شايف عندنا. أرجو أنك تروح، إذا كنت ما حاولت قبل ولا قدرت تحل كان عندك في صعوبة، ما في مشكلة، رح الآن وحاول أنك تسكر الفيديو وجرب أنك تحل من راسك. يعني تحاول تتذكر الكلام اللي كتبته أنا هنا، تحاول تحله في شو اسمه في برنامج، وجرب كيف طريقة الحل.